أهلا بحضراتكم إلى هذه التغطية المباشرة ومتابعة إخبارية وتحليلية جديدة. متابعة اليوم معنية بالتطورات في المنطقة والمرتبطة بشكل أساسي بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فعلى خلفية إخفاق نتنياهو في تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب وفشله في تأمين عودة الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الكنيسة يصوت لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو. على خلفية الحرب أيضا تفاقمت أزمة سلاسل التوريد العالمية بعد أن توسع التوتر في البحر الأحمر. على كل حال، كل هذه المحاور نناقشها بشيء من التفصيل في هذه المتابعة. أعلنت الكتلة العربية في الكنيسة الإسرائيلية اقتراحا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو الذي يدعو لإنهاء الحرب على قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل الأسرى المحتجزين وإطلاق مسار سياسي نحو عملية سلام. هذا وتتطلب عملية سحب الثقة لتصويت 61 على الأقل من أعضاء الكنيسة على الاقتراح. ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا داخل الكنيسة، مما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح. ومن التطورات أيضا، أرسلت الدنمارك اليوم فرقاتها إلى البحر الأحمر حيث ستشارك في تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة الملاحة التجارية من هجمات الحوثيين في اليمن. في غضون ذلك، أعلنت جماعة الحوثي أنها أطلقت صاروخا على السفينة الحربية الأمريكية لويس بي بولر في خليج عدن. ويأتي هذا غداة إعلان لندن أن السفينة الحربية البريطانية دايموند صدت هجوما عليها بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر. وتشن الجماعة اليمنية هجمات على السفن في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ 19 من نوفمبر ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات ينضم إلي الأستاذ أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ أشرف، مساء الخير. مساء الخير أستاذ صحف، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. تحياتي يا فندم. يعني يمكن نبدا مع حضرتك من اخر التطورات وسحب الثقه من نتنياهو او المطالبه في الكنيسة بسحب الثقه من بنيامين نتنياهو. يعني كيف أو الى اي مدى تدل هذه الخطوه على فشل نتنياهو في تحقيق اهدافه في غزه؟ يعني بالتاكيد مساله سحب الثقه من نتنياهو هي مساله مستبعده تماما. نتنياهو لديه كتلة صلبة 64 مقعد، 64 مقعد في الكنيسة المكون من 120 مقعد. هؤلاء يعني يلتفون حول نتنياهو وحول حكومته وكلهم ينتمون إلى اليمين المتطرف، وليست هذه المطالبة الأولى بسحب الثقة خلال الحرب. منذ أسبوعين كانت هناك مطالبة بسحب الثقة تقدم بها حزب هناك مستقبل برئاسة يائير لبيد. الذي حدث انه الذي ايد سحب الثقة 17 نائبا فقط، حتى يعني انصار نتنياهو، لانهم يعلمون انه هذا لا يحدث ولا يحدث في ازمنة الحروب، يعني لم يهتموا بهذا الامر كثيرا. وبالتالي مسألة سحب الثقة مسألة بعيدة المنال تماما. نقطة أخرى هي يعني نردد دائما أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في غزة. هذا كلام غير صحيح تماما. إسرائيل أعلنت أهداف للرأي العام العالمي فقط، أعلنت أنها تريد القضاء على حماس وتريد يعني استعادة أسرها، لكن الحقيقة أنه الهدف الحقيقي كان تدمير غزة وهو تم. يعني غزة دمرت بشكل غير مسبوق. اليوم ونحن نتكلم الحصار الإسرائيلي والضغط على خان يونس يعني أخطر وأقوى وأعنف مما نتخيل، أخطر من الضغط الذي حدث على شمال غزة على جباليا وبيت حنون وبيت لاهية وعلى مدينة غزة نفسها وأحياء الرمال والشيخ رضوان والشجاعية والزيتون والتفاح. اليوم الوضع أسوأ بكثير، وإسرائيل تزحف من الشمال إلى الجنوب تدمر كل مكان تصل إليه. يعني أجبرت
90% من السكان على البقاء في مساحة محدودة في بين رفح وخان يونس، واليوم تزيد الضغط عليهم. إذن الأهداف الإسرائيلية غير الأهداف المعلنة، الأهداف هي التدمير وكي الوعي، وهذا حدث على الأرض تماما. طيب أستاذ أشرف، يعني بس في تعقيب في جزئيتين. الجزء الأول ما يتعلق بسحب الثقة من نتنياهو، وزي ما حضرتك قلت أنه بأغلبية 64 مقعد للائتلاف الحكومي التابع لبنيامين نتنياهو. لماذا تقوم أحزاب المعارضة أو الجبهة العربية بهذا؟ هل هو تسجيل موقف في هذا الإطار؟ يعني هناك مشكلة كبيرة بين الأحزاب الإسرائيلية. الأحزاب الإسرائيلية بينها وبين نتنياهو كراهية، يعني أحزاب المعارضة كراهية شديدة جدا وصارات شخصية. نتنياهو في حياته لم يحترم وعد لأي زعيم سياسي، كثيرا ما اتفق مع زعماء لأحزاب أخرى على تشكيل حكومات ائتلافية وتكون رئاسة الحكومة بالتناوب ويبدأ هو، وعندما تنتهي فترته يقوم بحل الحكومة أو الدعوة للانتخابات ولا يعطي الآخرين ما وعدهم به. وبالتالي هناك دائما عداء لنتنياهو وكراهية له وخلق للمشكلات له، وهو اعتاد على هذا. وآخر ما كان يفعله قبل يعني هذا العدوان هو التلاعب بالقوانين واستحداث قانون يسمى قانون التخطي، أي أنه من حق الكنيسة الإسرائيلي أن يتجاوز عن كل أحكام القضاء، وأنه لا يجوز يعني أن يقوم القضاء بإصدار حكم ضد أي سياسي إلا بموافقة الكنيسة نفسه. وبالتالي هو نتنياهو مكروه، الكل يبحث له عن مشكلات، لكنه للأسف على مدى سنوات طويلة ورغم كل هذا كان يحصل على أعلى شعبية في إسرائيل. هذه الفترة فقط يعني وبسبب الإخفاقات وبسبب التلاعب في القوانين هي التي تشير فيها الاطلاعات إلى تفوق بيني جينتس زعيم حزب معسكر الدولة عليه. وبيني جينتس نفسه إذا جرى تصويت على حل الحكومة وحل الكنيسة لن يشارك، لأنه هو أيضا بسبب يعني إن إسرائيل في حالة حرب تخلى عن عداء نتنياهو وانضم إلى حكومة الحرب التي يديرها نتنياهو هو وزميله في معسكر الدولة. طيب التطور التظاهرات التظاهرات يعني حتى أصبحت في تل أبيب وفي القدس حتى وصلت إلى بئر السبع، يعني هذا يعني الرأي الشعبي ضد نتنياهو يعني ألم يؤثر في الداخل الإسرائيلي أو حتى يحدث نوع من الإرباك لحكومة نتنياهو؟ يا عزيزتي، إسرائيل منقسمة أساسا على مستوى عرقي وعلى مستوى سياسي. إسرائيل منذ إنشائها وبها الانقسامات، لكن هذه الانقسامات زادت كثيرا. حكومة نتنياهو هي حكومة يمين، هذا اليمين كان محروم منذ إنشاء إسرائيل عام 48 ومنذ أول كنيسة كان محروم من دخول أي حكومة. كما يحكم إسرائيل أحزاب تصنف على إنها يسارية مثل حزب العمل حيروت، وكان حيروت ممنوع اللي هو الليكود، حزب العمل كان يسمى المعراق. وبعد اكتوبر 73 وبعد الاخفاق الذي تم في عهد حكومة العمل برئاسة جولدا مائير بدأ اليمين يتسلل، لكن كان هناك تفريق بين اليمين السياسي واليمين الديني. لأول مرة اليمين الديني يعني الذي يضم الأحزاب الخاصة بالصهيونية الدينية مثل حزب سموتريتش وبن جفير يدخل الحكومات. في فترة من الفترات كان اليمين كله ممنوع يدخل، وكانت إسرائيل تدعي في العالم أنها دولة يسار. هذا اليمين الديني مشكلة كبيرة فيه أنه معظم الأحزاب فيه ومعظم السياسيين فيه من ذوي أصول شرقية، كانوا يعني يعتبرون أنفسهم محرومين من المشاركة في العمل السياسي وفي حكم إسرائيل ويحصلون على القليل. الآن يعتقدون أنهم بالتطرف والتشدد والدعوة إلى تهجير الفلسطينيين وما إلى ذلك
يحصلون على حقوقهم. يعني أنت بتتكلمي عن مظاهرات وصلت إلى حيفا يعني منذ 5 شهور وستة شهور، عندما كان الناس يتظاهرون يعني ضد التلاعب بالقوانين، كانت المظاهرات يصل عدد المشاركين فيها يوم السبت إلى 10% من عدد سكان إسرائيل، إلى 500 و600 و700 ألف، وكانت تشمل أكثر من 40 مدينة في إسرائيل، منها حيفا وعسقلان وقيصريا وحلون وبيت يام، كل مكان في إسرائيل كانت تصل إليه المظاهرات. ومع ذلك كان نتنياهو يقول لن أتأثر، أنا منتخب وهناك كنيسة يساندني ولن أستمع إلى صوت الشارع. وهذا ما يتم حتى اليوم، حتى المظاهرات التي تحدث حاليا هي أولا لا تريد إيقاف إطلاق النار كما نتصور ولا تتعاطف مع الفلسطينيين، هذه المظاهرات التي يحركها يعني أسر الرهائن الإسرائيليين تطالب بشيء هو التوقف لحين استعادة الرهائن ثم العودة للحرب، وبالتالي هي ليست في مصلحتنا بالشكل الذي نتخيله، هي جزء من تركيبة الشارع الإسرائيلي الذي يعتبر أن هجوم 7 أكتوبر كان يعني موجه لوجود إسرائيل نفسها، وبالتالي الكل مع الحرب، ولكن هناك من يقول فلنتوقف ولنأخذ رهائننا ولنكمل الحرب، وهناك من يقول لا لنضغط. هو خلاف على الطريقة وليس على الهدف. أنا بشكرك أستاذ أشرف أبو الهول الكاتب والصحفي بالأهرام، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. وانضم إلينا الدكتور محمود الهباش من القاهرة، مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود مساء الخير. يا أهلا وسهلا، أهلا بكم. يعني كيف تقرأ الوضع الآن في ظل منع المساعدات التمويلية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وما يحدث سياسيا حتى في الجانب السياسي والعسكري في غزة وإسرائيل؟ يعني لا يمكن وصف ما يجري إلا أنه جزء من الحرب المسعورة الهمجية العدوانية على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية. استهداف إسرائيل للأونروا ليس جديدا وليس مرتبطا بجولة العدوان الحالية التي تشن في قطاع غزة، وليس مرتبطا بالمرة بما حدث يوم 7 أكتوبر كما تدعي إسرائيل. الحرب على الأونروا هو حرب على القضية الفلسطينية، لأن هذه المنظمة وهذه الوكالة هي عنوان من عناوين وجود القضية الفلسطينية، لأنها مرتبطة بقضية جوهرية في الشأن الفلسطيني وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين. ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتبرون الأونروا عنوانا إغاثيا وإنسانيا لهم، وهي تمثل عنوان لوجود قضية اسمها قضية اللاجئين الفلسطينيين. إسرائيل لا تريد أن تستمر في سماع هذا الأمر، تريد أن تتخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين، ليس عبر حلها وفق الشرعية الدولية وفق القرار 194، وإنما بطرق ملتوية، طرق عدوانية، تبدأ بإلغاء والحرب على الوكالة، وكالة الأونروا، ووصولا إلى طمس قضية اللاجئين كجزء من محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية تصفية مبرمة. لا يمكن فصل الموقف الإسرائيلي من الأونروا عن الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين عن العدوان الإسرائيلي المستمر الآن في قطاع غزة، ولا عن العدوان المستمر في الضفة الغربية والقدس، إنما هي كلها حلقات في سلسلة واحدة هي العدوان الإسرائيلي الاحتلالي الذي يرمي إلى طمس القضية الفلسطينية وتصفيتها. طيب دكتور محمود، يعني بعض المحللين والمراقبين، يمكن منذ قليل كان معنا الأستاذ أشرف أبو الهول كاتب صحفي بالأهرام، وأكد أن إسرائيل نجحت في تحقيق أهدافها في غزة، لأنه الهدف الأساسي هو تدمير غزة وليس هي الأهداف المعلنة مثل تبادل الأسرى والقضاء على حماس. يعني كيف تقيم هذه الأراء، وهل وسط كل هذه الخسائر والنزاعات الداخلية بإسرائيل هل استطاعت إسرائيل أن تنجح في مهمتها داخل غزة؟
يعني مع الأسف الشديد عندما نحلل ما جرى قبل 7 أكتوبر وما جرى بعد 7 أكتوبر وبصرف النظر عما وقع يوم 7 أكتوبر سنجد أن إسرائيل استفادت واتخذت مما وقع يوم 7 أكتوبر كذريعة لتنفيذ عدوان مبرمج سلفا ومعد سلفا ومخطط له سلفا على قطاع غزة كجزء من العدوان على الشعب الفلسطيني. ما وقع يوم 7 أكتوبر ليس هو السبب في العدوان حتى نكون منصفين، لكن إسرائيل استفادت منه واستطاعت أن توظفه كذريعة تبرر بها عدوانها على الشعب الفلسطيني وهذه الحرب المسعورة التي تشنها على قطاع غزة. نتنياهو استفاد من خلال إبقاء حكومته وإيقاف ولو نسبيا المظاهرات التي تطالب بعزله وإقالته، جمع حتى المعارضة التي كانت تعارضه، هناك ما يشبه وحدة الحال الآن في المجتمع الإسرائيلي على الأقل تجاه الحرب على غزة، على الأقل تجاه الحرب على الشعب الفلسطيني، في وحدة حال بين اليمين واليسار وبين الفرقاء المختلفين والمتنافرين في إسرائيل، فضلا عن تدمير قطاع غزة ومحاولة تمرير وتنفيذ مخطط التهجير وإفراغ قطاع غزة من سكانه كمقدمة من مقدمات تصفية القضية الفلسطينية كما تأمل إسرائيل. هل استطاعت إسرائيل أن تحقق شيئا من هذه الأهداف؟ بكل تأكيد الواقع يشهد بهذا، لكن ما دام الشعب الفلسطيني موجود وما دامت القضية الفلسطينية حية وما دام الحق الفلسطيني ماثل في وعي العالم، الهدف الاستراتيجي بعيد المدى الذي تعمل عليه إسرائيل لم يتحقق بعد، وإن شاء الله لن يتحقق، وهو تصفية القضية الفلسطينية وشطب هذه القضية من الوعي الإنساني. هذا لن يتحقق لأننا شعب موجود، شعب حي وشعب صامد في أرضه وسيظل صامدا في أرضه، وما ضاع حق وراءه مطالب، ونحن باقون وهم الذين سيزولون بإذن الله. يعني حضرتك تقصد أن نجاح إسرائيل في بعض العمليات التي قامت بها، ولكن النجاح أو النصر التام لن يتحقق، لأنه يعني إسرائيل تحارب فكرة، تحارب عقيدة، تحارب هوية أيضا. طيب في رأي حضرتك اليوم التالي للحرب كما تؤكد عليه إسرائيل هو مصطلح أصبح موجود بكثرة بوسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أيضا هذا المصطلح، ما هو محددات اليوم التالي للحرب؟ أولا علينا أن نركز على اليوم الحالي قبل أن نتحدث عن اليوم التالي. هم يريدون إشغالنا باليوم التالي رغم أنه مهم ورغم أنه ضروري، ونحن لا نغمض أعيننا عن الحقائق. نعم من مسؤوليتنا الوطنية والسياسية والأخلاقية أن ننشغل باليوم التالي للحرب أو للعدوان، ولكن انشغالنا الأساس الآن هو باليوم الحالي الذي أولويتنا فيه وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني. فيما يتعلق باليوم التالي أمور الأمور بالنسبة إلينا واضحة، نحن لا يشغلنا كيف نتعامل في اليوم التالي، لأنه أسس التعامل مع اليوم التالي للعدوان أو للحرب واضحة بالنسبة إلينا. نحن لا نفصل في اليوم التالي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، نحن شعب فلسطيني واحد ودولة فلسطينية واحدة، مستقبل قطاع غزة هو مستقبل الضفة الغربية، هو مستقبل كل الشعب الفلسطيني ومستقبل الدولة الفلسطينية. ومن كان يتمنى أو يحلم بأنه يستطيع إبقاء قطاع غزة مفصولا عن الضفة الغربية إلى الأبد هو واهم. نتنياهو بالمناسبة هو الذي حاول هذا، هو الذي عمل على هذا طوال سنوات ماضية، أكثر من 16 سنة 17 سنة وهو يعمل على فصل وإبقاء قطاع غزة منفصلا عن الضفة الغربية، وهذه الحرب تحاول تكريس هذا الانفصال. ولكن نحن نصر على أننا شعب واحد، مستقبلنا واحد، مستقبل قطاع غزة ومستقبل الضفة الغربية ومستقبل القدس ومستقبل الدولة الفلسطينية وهو مستقبل الشعب الفلسطيني، وكل هذا العنوان الوحيد له وللتعامل معه
هو منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. طيب دكتور محمود، العمليات المتفرقة التي تحدث في المحيط الإقليمي مثل الضربات في العراق وسوريا وحتى ضرب على الحدود ما بين سوريا والأردن ومقتل أمريكيين وغيرها، هل من الممكن أن تجعل هناك مرونة في اتفاق يصل بنا إلى هدنة بدعم أمريكي مثلا أو تبادل الأسرى وإتمام هذه الصفقة وإقناع إسرائيل بها؟ أولا كل التداعيات التي تنشأ التي نشأت والتي يمكن أن تنشأ عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام تتحمل مسؤولية إسرائيل ومن يقف وراء إسرائيل، وأقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن نحن لا نريد، لا نتمنى أن تتسع رقعة الصراع، لأن هذا أمنية بالنسبة لنتنياهو. نتنياهو يريد أن يوسع رقعة الصراع لكي يشغل المحيط الإقليم، أقصد الدول العربية المحيطة بنا، ويشغل العالم بشيء آخر غير العدوان على فلسطين، ويريد للعالم أن يصرف النظر عن العدوان على فلسطين وينشغل بحروب هنا أو هنا. نحن نريد كل التركيز وكل الأنظار أن تظل مركزة على القضية الأساس وهي القضية الفلسطينية وقضية الحقوق الفلسطينية المهدرة التي يريد نتنياهو القفز عليها وإشغال العالم عنها لكي يلتهم ما تبقى من فلسطين، والعالم ينشغل بحلول لنتوءات سياسية أو عسكرية تنشأ هنا أو هناك. نحن نريد أن نركز ونفوت الفرصة على نتنياهو بأن يظل التركيز فقط على القضية الفلسطينية وعلى الصراع في داخل فلسطين، لأن هذا هو مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة القضية الفلسطينية. طيب كيف ذلك دكتور محمود ونتنياهو لا ينصاع لأي قرارات دولية؟ يعني يمكن محكمة العدل الدولية قرار بمنع إسرائيل لعمليات الإبادة الجماعية وحق حماية الفلسطينيين وفقا لقانون عام 48، لكن نتنياهو رد في نفس التوقيت أكد على أننا لا نفهم معنى أوامر محكمة العدل الدولية، كل هذه التفافات على القانون، على الشرعية الدولية، على قرارات المنظمات الأممية. يعني ما الذي من الممكن أن يضغط على نتنياهو للوصول إلى الأهداف، أهداف غزة وأهداف فلسطين؟ هناك جهة واحدة تستطيع أن تأمر نتنياهو، تعطيه تعليمات بالامتثال سيمتثل، وأعني الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو مجرد، وهذه الحقيقة، يعني دعونا نسمي الأشياء بأسمائها، نتنياهو مجرد موظف لدى الإدارة الأمريكية، وحتى إسرائيل كلها هي مجرد تابع للإدارة الأمريكية، يمتثل بأوامر الإدارة الأمريكية وينفذ تعليماتها وينفذ سياساتها ويخدم سياساتها. إسرائيل ليست أكثر من مصلحة أمريكية تحقق السياسات وتنفذ السياسات الأمريكية. إذا أردنا أن نتحدث علينا ألا نتحدث مع نتنياهو لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا. علينا إذن أن نتحدث فقط مع الإدارة الأمريكية التي تتولى وحدها كبر ومسؤولية استمرار هذا العدوان. بإمكان الرئيس الأمريكي أن يصدر تعليمات، ولا يحتاج إلى أن يمارس ضغوط ولا أن يخوض حرب أو صراع مع نتنياهو، وفقط يستطيع أن ينفذ تعليمات. ونتنياهو يعلم والإسرائيليون جميعا يعلمون. طب دكتور محمود، حياتهم بدون الولايات المتحدة. طيب هل حضرتك تعتقد أن الولايات المتحدة من الممكن أن تضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار، خاصة أن هناك تصريحات تبدو متضاربة أو من الممكن أن يطلق عليها المراقبون للاستهلاك المحلي في التناقضات واختلاف المواقف ما بين حكومة إسرائيل أو نتنياهو وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مثلا حل الدولتين؟ هناك حالة واحدة من خلالها يمكن للإدارة الأمريكية أو يتحتم على الإدارة الأمريكية أن تعطي تعليمات لنتنياهو للامتثال ووقف العدوان والالتزام حتى بحل الدولتين وتنفيذ حل الدولتين. هذه الحالة هي أن نتمكن نحن كرب وكمسلمين
من الحديث الأمريكية باللغة التي الاستنبار لغة المبادئ والقانون الدولي والشرعية الدولية والقيم والأخلاق، هذا حديث غير مجدي، هذه لغة غير مفهومة بالنسبة لأمريكا، لغة وحيدة مفهومة عندهم وإما لغة مصلحة، لغة قوة بعد ألف. نعم نعود لاتصال مرة أخرى بالدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني من القاهرة، ونأسف لانقطاع الاتصال لأسباب فنية. يمكن الكنيسة الإسرائيلي أو الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي أكدت أنها ستصوت غدا على مقترح لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قدم هذا الاعتراض أو هذا المقترح زعيم المعارضة يائير لبيد، يمكن دي المحاولة الثانية خلال شهر يناير من لبيد لسحب الثقة من نتنياهو. يمكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أيضا أنه حزب هناك مستقبل سيطرح غدا بالكنيسة اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، ونقلت بيان للحزب أن الاقتراح يأتي على وقع قرار الحكومة لطرح ما وصفها بالميزانية المخزية للتصويت. هناك أيضا كتلة أخرى هي كتلة الجبهة العربية للتغيير في الكنيسة الإسرائيلية، أيضا قدمت هذا الاقتراح لحجب الثقة عن حكومة الحرب أو يدعو لإنهاء الحرب على قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى وإطلاق مسار سياسي نحو عملية سلام. مقترح الكتلة العربية يمكن على خلفية سحب الثقة من بنيامين نتنياهو قالت أنه هذه الحرب ما جلبت إلا الدمار وسفك دماء الكثير والعديد من القتلى الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الحكومة رفضت أي أفق سياسي لاتفاقية السلام. للمزيد من التفاصيل حول كل هذه التطورات معي الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. دكتور كريم مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لحضرتك المشاهدين. تحياتنا دكتور كريم، يعني صف لنا ما يحدث في البحر الأحمر وتأثيره على الإقليم. يعني طبعا يعني حالة من العشوائية داخل البحر الأحمر، عمليات تقوم بها جماعة الحوثيين، أضرب بمسار السفن، أضرب بحركة التجارة العالمية. يعني خلينا نتفق أن البحر الأحمر وتحديدا قناة السويس يمر أو بيمثلوا 12% من حجم التجارة العالمية، 8% من حركة الغاز الطبيعي المسال عالميا. طبعا يضاف لذلك ل 20,000 سفينة حاويات بتمر بقناة السويس سنويا. كل هذه الأرقام والنسب يعني بتجعل استمرار الوضع بهذه الصورة دون توقف يعني بينبئ بسيناريو قاتم للتجارة العالمية، لأنه بيترتب عليه تعطل في سلاسل الإمداد والتوريد. ما دمنا نتحدث عن سلاسل الإمداد والتوريد فنحن بنتحدث عن توقف للمصانع، توقف عن العمل، تأخر في وصول السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية لكافة دول العالم. طبعا يضاف لذلك طبعا ارتفاع تكلفة الوقود وارتفاع تكلفة التأمين وارتفاع تكلفة الشحن، إضافة ل يعني إمكانية أو احتمالية حدوث تكدس أيضا في الموانئ نتيجة تأخر وصول الحاويات أو السفن إليها. طبعا يعني نعلم جميعا أن قناة السويس هي ثاني أهم ممر ملاحة العالم، وأن اللجوء إلى رأس الرجاء الصالح ده يعني بيزيد من مدة الإبحار لكل سفينة تقريبا 10 أيام إبحار، إضافة لحوالي من 3500 ل 6500 ميل في البحر. صحيح. طبعا يعني كل هذه الأمور طبعا يعني لابد من توقف العمليات يعني المستمرة في البحر الأحمر، لأن البحر الأحمر بيعتبر هو أكثر طريق شحن بحري بين أوروبا وآسيا، وطبعا يعني الضرر لكافة اقتصادات دول العالم. العالم لم يتعافى من جائحة كورونا والغزو الروسي الأوكراني ليصطدم بالصراع الإسرائيلي
في غزة، وبالتالي الأضرار ستكون كبيرة سواء على معدلات التضخم، سواء على أسعار السلع في الأسواق، سواء أيضا على معدلات النمو في حجم الاقتصادات والتجارة العالمية. طيب دكتور كريم، أيضا أزمة الطاقة، يعني المواد الطاقوية وعدم قدرتها على أيضا اختراق مياه البحر الأحمر نظرا لكل ما يحدث فيه من نزاعات أو صراعات، يعني كيف سيحدد مستقبل المنطقة، وخاصة أن دول أوروبا مثلا بتعتمد على الطاقة بشكل كبير جدا، هل من الممكن استبدالها بالغاز الروسي؟ يعني وهناك خلافات سياسية كما نعلم. يعني هناك العديد من الخلافات السياسية والخلافات الجيوسياسية. طبعا يعني خلينا نقول ان يعني اوروبا تقريبا البحر الاحمر بيمثل شريان الحياه لاوروبا، لانها بتستورد كافه بضائعها بما فيها طبعا احتياجاتها من الطاقه عن طريق البحر الاحمر، وبالتالي اوروبا هي اكثر واكبر المتضررين سواء على مستوى الطاقه سواء على مستوى السلع والمتطلبات الاساسيه للشعوب بها. وبالتالي يمكن ده امر بيدفع المجتمع الدولي ككل لتكاتف الجهود بهدف وقف الصراع الاسرائيلي في غزه، خاصه وان العمليات اللي بتتم في البحر الاحمر واعاقه السفن هي وفقا لما اعلنته جماعه الحوثيين بانه رد على او اعتراض على ما يدور من هجمات اسرائيليه على قطاع غزه. طيب ما هو المخطط او الادوات التي تملكها الدول لانعاش فكره او يعني تخطي هذه المعوقات التي تقابل سلاسل التوريد والغذاء، امدادات التوريد والغذاء؟ يعني نتفق ان يعني ازمه جائحه كورونا عام 2020 كانت هي بمثابه جرس انذار لكافه دول العالم وكافه اقتصادات دول العالم بانه لابد من العمل على تحقيق الامن الغذائي وتحقيق الامن الصناعي وتحقيق الامن في قطاع الادويه والمستلزمات الطبيه. كان جرس انذار ايضا لضروره التكتلات الاقتصاديه الجديده سواء بين الدول العربية وبعضها أو التوسع فيما بين الدول وبعضها ككل، ليه؟ بهدف الاعتماد على أكثر من مورد للإمداد والتوريد. وبالتالي لما نتحدث عن الأزمة الحالية هو من المفترض أن تكون بعض الدول أو كل الدول بدأت أو شرعت في اتخاذ خطوات على مدار الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة. ويمكن ده يعني ما يحدث الآن أيضا هو بمثابة جرس إنذار ثاني وأخير لضرورة التوسع في التكتلات الاقتصادية، لضرورة الاعتماد على الإنتاج والتصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على سلاسل الإنتاج والتوريد. أنا بشكرك دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. أعود مرة أخرى دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني انضم إلي مرة أخرى من القاهرة. دكتور محمود. نعم معكم. كنا نتحدث عن الدعم الأمريكي لإسرائيل وفكرة حل الدولتين، وهل من الممكن أن يكون هناك ضغط أمريكي على إسرائيل لوقف إطلاق النار؟ كنت أقول أنه الإدارة الأمريكية يمكن أن تمارس ضغطا على إسرائيل أو تصدر تعليمات لإسرائيل بوقف إطلاق النار إذا تمت مخاطبتها والحديث معها باللغة المناسبة، واللغة المناسبة للتفاهم مع الإدارة الأمريكية هي فقط لغة إما لغة القوة وإما لغة المصالح. لغة القوة لا أعتقد أنها واردة الآن، تبقى لغة المصالح وهي لغة سلمية بالمناسبة ولغة قانونية، وبإمكان الدول العربية والإسلامية 57 دولة عربية وإسلامية بينها وبين الولايات المتحدة مصالح كثيرة ومتنوعة، لماذا لا نقايضها؟ مصالحكم مقابل وقف الاعتداء علينا ومقابل الاعتراف والإقرار بحقوقنا وإنهاء القضية الفلسطينية إنهاء عادلا وحقيقيا وشاملا وفق الشرعية الدولية. نحن لا نريد الحروب، ولكن تعالوا أعطونا حقنا. حينها إذا شعرت الإدارة الأمريكية بأن هناك جدية باستخدام هذه اللغة، حينها يمكن أن تتغير كثير من الموازين حتى في علاقاتها مع إسرائيل. تمام. طيب دكتور محمود، يمكن الوضع في غزة أصبح كارثيا
وخاصة يعني أن ما يدخل غزة كما تقول التقارير 8% فقط من المساعدات الإنسانية. يعني كيفية مواجهة هذا الوضع في ظل كل هذه المعوقات والتي أضافت إليها إسرائيل معوق آخر بتقليل التمويل للأونروا؟ إسرائيل تتعمد بالمناسبة، وهم أعلنوا هذا صراحة، تتعمد منع دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة، تتعمد منع دخول الماء والغذاء والدواء وتقطع الكهرباء، وتتعمد منع دخول الوقود إلى القطاع، وهم أعلنوا ذلك بشكل واضح. وزير الدفاع الإسرائيلي قال هذا في مؤتمر صحفي، وهذا في حد ذاته جريمة حرب. منع وصول الغذاء والماء والدواء إلى المدنيين في زمن الحرب يعتبر جريمة حرب. كيف يمكن أن نتغلب على ذلك أو نواجه ذلك؟ هذا أمر منوط بالعالم، منوط بالمجتمع الدولي، منوط حتى بالمجموعة العربية والإسلامية. على الجميع أن يضغط وأن يعمل ما يجب أن يعمله من أجل ضمان وصول المساعدات 8% وربما أقل ما يصل إلى قطاع غزة من الماء والغذاء والدواء. هذا أمر كيف يمكن أن يتقبله المجتمع الإنساني؟ كيف يمكن أن يتقبله القانون الدولي؟ يجب على الجميع أن يتحرك قبل أن تقع كارثة حقيقية كاملة ومجاعة. من لا يموت بالقصف الإسرائيلي يمكن أن يموت بالأوبئة، بنقص الدواء وبنقص الماء والغذاء. هل سينتظر العالم حتى يفتح عينيه ذات صباح وقد فني الشعب الفلسطيني من قطاع غزة؟ هذا جواب هذا السؤال موجود عند المجتمع الدولي ومطلوب من المجتمع الدولي. طب محاولة الجزائر حتى في اجتماع المندوبين لوزارة الخارجية في الجامعة العربية بأنه يتم عرض القضية على مجلس الأمن إن لم تنصاع إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية، يعني كيف ترى هذا القرار في ظل وجود الفيتو الأمريكي؟ إذا كان الفيتو الأمريكي موجودا فالعرض على مجلس الأمن لن يأتي بنتيجة، ولكن مع ذلك علينا أن نعرض الأمر على مجلس الأمن، نعم، وأن نواجه حتى أمريكا وإسرائيل في مجلس الأمن. طبعا. حتى لو كان هناك 100% أن أمريكا ستستخدم الفيتو، لأننا في هذه الحالة العالم مطالب بأن يبحث عن حلول. في النهاية هي دائرة مفرغة إذا كان هناك الفيتو الأمريكي. فأنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، كنت معنا من القاهرة، شكرا على هذا التواجد معنا على شاشة قناة النيل للأخبار. وأشكركم مشاهدينا الكرام، وتغطيتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم على مدار الساعات القادمة. في أمان الله.